يعني تلك الفترة كنت أنا وأمي لوحدنا وأخ ثاني معنا. أبوي كان مع المقاتلين، طبعا نفس الليل اللي طلع فيها كنت أتمسك بالدريع على أساس ما يطلعش، بالآخر طلع. طبعا بقينا لوحدنا، وبعد ساعات معينة قوات الصهاينة اجتاحت البلد، وإطلاق النار وأزيزر الرصاص. فإحنا طبعا صار الارتباك، والكل بده ينفذ جلده لأنه ما كان يعني مقاومين في قلب البلد، كانوا على أطراف البلد، وكانوا كل قليل لأن الجيوش انسحبت. الجيوش العراقية والأردنية كانت أوامر تترك المكان، انسحبت بكل المقاتلين أهل البلد فقط. فهذول ما قدروا يمنعوا القوات الصهاينة اللي كانت عندها مدججة بدبابات وأسلحة رشاشة، بينما المقاتلين اللجون كانوا فقط يحملوا بنادق. فأنا بهاي الحالة طبعا أمي حاولت تاخذ بعض الأغراض، طبعا ما استطعتش، حملت أخوي، وأنا طبعا مسكت في ثوبها وهي مسكت في إيدي، وبدينا نمشي على اعتبار نلحق الناس اللي قاعدين بتراكضوا، نساء وأطفال، وما كان يعني حتى رجال بينهم، جزء بعض العجزة. وأنا ماشي فقدت حالي والآن لحالي، يعني يبدو أني أنا فلتت إيد أمي أو ثوبها، وبكيت لحالي، وقفت باب فناء الدار وبلشت أبكي وأصيح، فيش حدا حولي. مركت عني الحجة عفيفة الحمدان الله يرحمها، أخت الشهيد يوسف حمدان، سمعت بكائي ميلت لقيتني. شو بتسوي؟ قلت لها وين امك؟ قلت لها بعرفش. فحملتني ولحقت المجموعة، طبعا كانوا صاروا واصلين رؤوس البيادر، ومن هناك مشينا لأم الفحم. طبعا هاي قصة مؤثرة جدا، تصوري انه لولا هاي الإنسانة ملكتني شو كان ممكن أظلني هناك بجد في رصاصة، أو يجي اليهود ويحتووني ويأخذوني. أتذكر كيف أرض دارنا، كيف بكت دارنا، كيف البوابة تبعت دارنا، كيف كنا ننزل على هذا الواد وإحنا أولاد، كيف إمياتنا كانوا ينزلوا على الواد هذا يغسل الغسيل ويأخذوا مي طبعا للبيت للطبيخ وللشرب وكذا. هسا كيف ممكن أقدر الواحد يستغني عن هاي الأرض، عن هاي الأماكن الخلابة اللي إحنا جزء من حياتنا؟ يلوح في الأفق برامج جديدة اللي هي طمس المعالم وتهويتها بشكل فعلي، اللي ما يبقاش آثار عربية فيها. فبتحدث عن إقامة مشروع اللي يسمى بارك، بسموه اللي هو عبارة عن منتزه ومسارات للمشي، والهدف وراها هي فقط مش عدم إظهار أي آثار لبلد اللجون. بحس إنه قاعدين بينتهكوا مشاعري أخرى مرة وأحاسيسي أخرى مرة، كونهم إنهم صادروا الأرض وكأنها النكبة تحصل اليوم. مجرد قيام هذا المشروع بذكرونا إنه يعني هاي الأرض أخذناها ونعمل فيها شو بدنا.